وحول هذا الإنجاز يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد علي يوسف شكر الله، رئيس جمعية مهندسي البترول في جامعة البحرين. أهلا بك في نشرة الثالثة. إذن كيف يمكن أن تسهم هذه المشاركات العالمية في مجال البترول في تأهيل الشباب البحريني لدخول هذا المجال مستقبلا؟ أهلا وسهلا. أولا حاب نشكر تلفزيون البحرين على الاستضافة، طبعا فاطمة رب العالمين ودعم جامعتنا الوطنية وأساتذتنا الكرام. استطعنا أنا وإخواني في فريق جمعية مهندسي البترول العميقة في فريق جامعة البحرين وصول لهذا المستوى من الإنجاز. قمنا المشاركة الأولى في هذه المسابقة بالتحديد. طبعا فرحتنا لهذا الإنجاز كبيرا عند طلاب جامعة البحرين في مصاف طلاب الجامعات الكبيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في جامعة الملك عبد الله العلوم والتكنولوجيا وجامعة القاهرة، جامعة السلطان قابوس، جامعة الملك سهيل للبترول والمعادن وغيرها من المشاركين في المسابقة. منافسا مؤهلا لتأهيلا عاليا جيدا بالمنافسة والفوز. وهدفنا التالي إن شاء الله مشاركة ومنافسة نهائية عالمية بين المؤهلين المناطق الخمسة في شهر أكتوبر 2022 في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية. في النهاية أتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء الفريق المشارك رضوان رضوان المشرف الأكاديمي لفرع الجمعية بجامعة البحرين. نعم، تمنية لكم بالتوفيق. شكرا لك السيد علي يوسف شكر الله، رئيس جمعية مهندسي البترول في جامعة البحرين.